مرحبا بكم مشاهدي قناة الجزيرة مباشر. نحن اليوم في حارة المجمع الصناعي التابعة لحي بيرباشا غرب مدينة تعز اليمنية. جولتنا اليوم ترصد الوضع المعيشي لسكان هذا الحي. كما ترون، فور سماع أهالي الحي بتواجد قناة تلفزيونية تجمعوا بالشكل الظاهر في الصورة لإيصال معاناتهم. في هذه الجولة سنلتقي ببعض سكان الحي لنعرف تفاصيل الوضع المعيشي في هذا الحي. سلام. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الله يعطيك العافية. إذا نتكلم مع هذه أول، أنت من سكان الحي؟ أيوة من سكان الحي. ممكن بس تصفي لنا وضعكم المعيشي بالحي؟ الوضع والله متعب، لكن وحش يقول الحمد لله. والله. تفضل. الوضع متعب والله، اللهم لك الحمد لك الشكر، لا غاز لا ما لا شيء، والحرب يعني طحن الدنيا يعني كم الأبوي. تمام، الله يعطيكم العافية. لازم تشوفوا أصحاب العين، لا من الغني والفقير، نادرا من في واحد، والمغتربين قد هم متعبين وانتم عارفين. تمام، هذه الحارة مرة مظلوم. رحنا بالبس كل احنا المظاهرات عملنا لا هناك لذيك المحافظة ما استفدنا شيء. الدب القص تسلقت تعبنا والله. تصل بعد شهر. والله تسلقت تعبنا، وحش يقول الحمد لله. الكيس البر شفت لا كم ارتفع، واللي معه كثير أطفال. ايش يقول الحمد لله. أنا أكثر الأحيان مثلا في نفس هذا خزان المياه يتجمع الناس لقلب المياه، هنا متجمعين بدون ما في اسطوانات مي، بدون ما في اسطوانات. معانا دحين هذا عدول قريب الآن تقريبا شهر على ما قابوا النوع الماء الأول شهر، الماء لحلى شهر، وهذا له أسبوع أو أسبوعين الحالي. بعض من الناس يرحلوا بو أكثر، يعني ما فيش كذا نظام تدريجيا، كل بث تندباب من بعض البيوت. تمام؟ اسال يا ابني. حارة فقير فقير، حارة فقير. نشتري الطحين بالله عليك بالكيلو، مؤتمات ازواجهن بعضهن بهون سكر بعضهن بهون قلب، فقراء لا يقدروا يشقوا ولا ابو مشاقين. وهذا المنظمات اللي غني وقاوع شابع وفقير، بس احنا ما حصلناهن هذه الحارة. لحصلنا ماء، لحصلنا طحين، لحصلنا هذا الرز، لحصلنا هذا الزيت. نحن فقراء يا ابني، هذا البيوت اللي رونا الملاح هذا حقرس مؤقرات، متأقرين الناس ايقر منهن كرة، متأجرين في هذا العمار كلهم فقراء يا ابني. بالله عليك لما نشتري، والله ان احنا امس صائمات اشترينا كيلو الطحين ب 2000، ما قال انا عشا لك جوال، والله ما قال انا عشا لك جوال، كيلو كيلو كه ب 2000 ريال. تشتري الدقيق بالكيلو؟ نشتري الدقيق بالكيلو، السكر بالكيلو، ازت نشالك قاروره سعاد دي سعادي يا ابني باربعه بخمسه، ما تقيل انا اسبوع معانا قهله كثير. كل الحارة فقير، كل الحارة محتاجين مؤتمات، أرامل، البيوت ملاءً بنات شباب، عيال مكانهن ابني شباب لا يقدروا يدرسوا، لا معان وظائف، لا أبو مشاق يشقوا. يعني حارة فقير حروب، هذا حروب حروب بالله عليك حروب. نحن محارم، نحن محارم، نخور نص كيس طحين يدخل بيوتنا، نص كيس حتى مش كيس، نخور من نص كيس الحارة يدخل بيتي. اللي قاوح حنك يلا اقري اقري اشقي 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 اقري 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 اقري، يوقد كيلو طحين، لا يقى غداء ولا يقى عشاء ولا يقى صبوح، ما يقدروش يشتروا ابني ما يقدروش. اما محارب نشرب ممالح، نشرب ممالح مالح. هذا خزن عاد الاسبوع كان نتقاتلن امس عرو اتقاتلن امس عادوا خالد ضارب على خالد، خالد عاد ضارب على وكان نتقاتلن من دب عشرة، ما كفيش زلق بيومه بيومه زلق ما كفيش. الحارة كثير، وبتة واحدة ب 12 قايل 15 قايل، ولا عليك حرام ظلم. المنظمة يندين يتبرع عينين هو مناسوش من حصلوش ما يصلناش ما يصلناش للحارة، ما يصلش الحارة جيعان جدا، غلا غلا فاحش، غلا فاحش يا ابني. في نازحين بالحارة؟ أنا نازح، أنا نازح، كلها نازح، أنا نازح من غراب. ما تخيل لحصلنا، يعني تخيل اول ما سكنت بالبيت كنت يعني بيتي ما في لا في بيه بطانيات لا معي غاز لا ما لا تخيل معدومه الحقوق، بس ما تكل ما فيش يعني واحد يدق علي بابي ولا شيء، يعني حبه 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 قمعي 3 بطانيات ومعي يعني ما حصلتش حاجه منكم.
ما حصلتش حاجه، خورنا فرش، خورت الطحين، والله حتى وقت انني اش تخيل مره واحده قابل لي طحين مدود انني كلته والله العظيم. الان احنا شنو نساوي مع هذه الحاره خارج المدينه؟ ما في باش حقوق، احنا الان شنو نساوي؟ على الاقل احنا احنا والمدينه، المدينه عاد متوفر حاجه احنا هنا ولا حاجه متوفر لنا. معني ما في باش اي خدمات ولا منظمه تجي ولا يعني ما فيش اي انسان يجي يسال علينا بهذه الحاره. بالنسبه لوضع الناس انت من سكان الحي تعرفي في امراض مزمنه في ناس ها في اللي في بهم الكلى، في بهم اللي فشل كلوي، في بهم البهاق، في بهم الشحنات، ضمور، يعني سكر، قلب، ضغط، المكسرين، البهاق، البراص، يعني في امراض عديده بالحاره بس ما حد سال علينا. اقول لك ما حد يتفقد هذه الحاره ابدا ابدا ابدا. كيف وضع الاطفال في ظل الظروف هذه؟ وضع الاطفال يعني حالتهم متردي، حالة الأطفال يعني أقول لك دائما حتى لو مرضوا لا ذاك احنا نتحمل. احنا تخيل حتى المنظمة لو قابين احنا نروح نشتروا بالفلوس، يعني ما حد اهتم بنا من أطفال من ولا لهم أي حقوق الأطفال. لا غاز لا ما لا لا غاز لا ما لا. كيف حالك؟ الحمد لله. والله عندنا ذي الحالة مظلوم جدا جدا يا أخي، لا كهرباء لا ماء لا غاز لا ولا اي حاجه تصلي. احنا وانا اطفال يعني نعيش عيشه صعبه صعبه جدا جدا، لان احنا لا اي حاجه تصلينا ولا اي منظمه تجي عندنا. الغاز يجي لنا بعد 3 شهور نستقل دبه وقال احنا خلاص معنا قداش نعمل اي حاجه. كيف معاناتكم مع الغاز؟ والله الغاز تعب عندنا، والله تعبنا، والله اتعبنا جدا جدا، لنا 3 شهور ما نسقش دبه غاز ولا نسجلوش وسجلوا مشو خلاص يعني لبعض ناس، ونحن مظالم ما معناش ولا اي حاجه. عاد القهر زيد لما كلها ما هلش عندنا، والظروف صعبه قهانا اطفال لا نقدر ندرس هون ولا نقدر نكفي هون ولا اي حاجه، يعني ظروفنا والله صعبه جدا. كيف حالك؟ نحمد الله نشكر دائما ربنا. كيف الوضع هنا في الحي؟ تعبا كل هنا، كان الناس ما فيش اللي هون مرتاحين مسجلين، واللي هون ضعاف تروحي على ما هو. يعني بالنسبه للمي في مشروع مي هنا؟ لا ولا اللي بالثاني، كان الناس يعطون لهم ناس عنده، بعض الحين ناس ما عندوش، ناس عنده لهم ناس ما عنده لهمش. اعتقد في مشروع اللي طالع. ايوه اللي طالع لفين يضخ المياه؟ مدري المين عندي، ولا هو لا هون عندي، يروحين يعرفين لهم بالدباء، يروحين يعرفين الروحين. خلي راسي خلي هدايا تعالي هنا نريده نريده عشان تصوت. يا الله معك الله. كيف تحصلوا على المي الغاز؟ الغاز يا ابني من 3 من 4 شهور ما عندي لنا دبه غاز الا قطع انفسنا، ما فيش غاز، ما فيش اغاثه لنا 6 شهور من 5 شهور ما عندي لنا اغاثه نهائيا. هذا الحاره ولا بشي ولا عندي ليش ولا حلفة الا خالد ذو عدب عندي اقامه، ما خالد خبرها فقريل موقر يا اهل المنظمات هذين، يرحموا يكونوا يشوفوا، مش يشوفوا المواطن مو انشاء لبها الرحمه. ما فيش عندنا شيء، حالتنا تعبان لا غايه ولا فيش ولا دقيق لا بور، بالكيلو ما حصلش منكم. يسرحين يشترين يا ابني اسف، يسرحين مساكين يرحمين يشترين شيرة من اللي معاهون، ما ارضاش ندير له يا ريت ندير له، ما ارضاش التجار يشلوا لنا، ما ارضاش ندير له. في سلحان مساكن ما معاهنش شرن منهن، لا التجار يسبقوا ويشلوا لنا عليه، ما حصلوش مساكين كلهم. وحتى ابني اللي هو على قولتهم مغترب ولا مش مغترب ما معاهنش، الناس فقراء كلهم هنا، الناس يا ابني فقراء صغير وكبير، مو مغترب هناك بالسعوديه مساكين يرحم الله في عمرهم بعيد، والناس كلهم فقراء بالبلاد هذه. اشوف اغلبكم حاملين البطاقه الشخصيه، ليش؟ خلنا ليش تسجلوا لنا؟ لو نحن بنسجل. لا انت تسجل ايش تسجلوا لنا؟ لا نحن بالنسبه لنا قناه تلفزيونيه نعمل على ايصال صوت الناس، التسجيل هذه تابع للمنظمات الاشياء هذه. فلذلك انا استغربت انكم تحملوا البطائق الشخصيه معاكم، لانه تجي المنظمه تجي المنظمه تسجلنا بالدقيق وبار، نحن مساكين ما معانا شو معاكم.
دي عشان اموت حالتنا لا اعلم بها الا الله. ما حاجه ندير لنا شيء يا ابني ولا حال فتنه ولا أبي. مره بالحاره مره تظلم تظلم لاخر درجه ما فيش ما ندير لهم. المهم نطالب حقوقنا يسجلوا لنا بكير، اول طلب لنا يسجلوا لنا بكير زي بقيه الحارات. ايوه ويوفروا لنا الغاز والمهم يهتموا بنا من كل النواحي. نشتري المهم كير، احنا اول طلبنا انه يسجلوا لنا بكير. تخيل لما احنا ننزل الشارع ننزل لما يوزعوا كير. تخيل في ناس مش مستحقين يبيعونا، شباب حتى ما فيش معاهم اسر واحنا نجي نشتري. انا اشاهد الظلم والله انني اقتهر 100 قهر لما اروح اشتري وغيري يبيع مش محتاجه له. ليش ما يمسحوش هذوك اللي هم شباب مش محتاجين يوزعونا للحارة دي؟ يعني حارة خالي من كل الحقوق، كل الحواري عادوا في بهم يعني حاجة حاجة. حارتنا ما في بيش، الماء 5 سنوات بالمدينة، كوثر ومالح وإغاثات، وهذه الحارة يتخيل 5 سنين أو 6 سنين بدل الحرب ما في بيش أي حاجة. اللهم خالد العاقل خالد الآن بدا يعامل لنا، بدا يضارب علينا هذا الشهر هذا، ولا ما حد سأل علينا. نروح عند العاقل كنا اللي تحت يعني تخيل 100 مرة قارحت لعنده، احنا نازحين واحنا تخيل ولا حد لفت علينا بعين الرحمة. اخذوا علينا بياس من 2000 2000 على اساس انه سجلوا لنا بكير، ما سجلوا لناش. ايوه وسمعنا ان عاده كير مسجل باسماء وهميه، في ناس يعني مسجلين ما هلهمش، واللي سجل اهله بالقرى واللي ذا باسم الحاره، والحاره ما فيش معاهم حاجه. البطانيات يحصلوا، الفروشات يحصلوا، الاغاثات من كل الجمعيات من خلاف كير، يعني مهتم بهم بس كله على العقل، يعني مهتم بهم من كير اوقات يدخل لهم جمعيات من الكويت من البحرين من احنا معدومين الحقوق. حاره فقيره، حاره فقيره خارج المدينه، احنا خارج المدينه، الحاره دي خارج المدينه معدومة الحقوق. ننتقل لشخص آخر بس للحديث. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الوضع المعيشي بالنسبة لك وأسرتك؟ ولا ندولا نشي. احنا 6 سنين ما ندولا نشي. ولا نستلم إغاثات ولا حاجة. ساكن في منزل ولا في؟ احنا جالسين ورا مصنعنا انا. احنا نازحين ولا يندوا لنا يا اخي شيء، انا معي 5 قواله، معي 3 بنات واثنين توم ولا يندوا لنا حاجه. وزواج احنا حمالين لذاني شهر بلا دقيق ولا زيت ولا حاجه، نشتري شراء. حالب عيال اثنين توم ما يندوا لنا شيء، ولا طحين ولا شيء. احنا ميتون جوع، نقل نضارب على المضاربه. والله ما يندوا لنا حاجه. واني هذا انا معي 5 قوال واثنين توم. ما تقول ما يرضوش ندوا لنا شيء، مظلومين من كل حاجه. بس الله العقل ده فاداك سجل احنا شال علينا من 2000 ولا ندى لنا شيء، واني انا نازحه من شرعه ولا ندى احنا شيء. شال اقل المستاجرين من 1000، انا مستاجره غرفه وحمام مطبخ ب10، قال على المستاجرين من 2000 ندينا 1000 ولا ندى لنا شيء. ودحنا والله لي شهر بلا طحين اشتري بالكيلو، بالكيلو اشتري عيالي ذا داخل ميت نقول. إذا كما رأينا يشتكي أهالي الحي من عدم توفر الخدمات الأساسية وعدم وصول المنظمات والجهات المجتمع المدني إلى الحي. من تحت قبلها؟ ها؟ من قبلها من حدران من المنطرح. أنت نازح؟ من النازحين هنا؟ أيوة من حدران من المنطرح من تحت قبلها. إذا هذا الحي حي المجمع الصناعي يسكنه الكثير من النازحون، يسكن البعض في دكاكين أو محلات تجارية أشبه بهذه الظاهرة في الصورة، البعض يسكن في مباني غير جاهزة للسكن. شوف العرى، شوفها بالعرى. لذلك مشاهدينا وصلنا إلى نهاية جولتنا من حي المجمع الصناعي غرب مدينة تعز اليمنية، نلقاكم في جولة أخرى وإلى اللقاء.